لسه كمان مكملين في الفقرة الرياضية. النهاردة طبعا مباراة كلنا مستنيينها من عشاق كرة القدم المصريين أو حتى في الوطن العربي، المنتخب المصري هيواجه نظيره التونسي في قبل نهائي البطولة العربية النهاردة الساعة 5. كمان منتخب قطر هيواجه منتخب الجزائر في نفس الدور. ازاي هيتعامل كيروش مع المباراة في ظل الغيابات؟ ايه التشكيل المتوقع؟ كل ده هنعرفه مع الناقد الرياضي محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالأهرام. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. طبعا النهارده يعني كلنا قاعدين مستنيين وكلنا امال ان شاء الله انه المنتخب المصري يفرحنا، بس يعني احنا كان سؤال حلقتنا النهارده للساده المشاهدين، متوقعين تشكيله المنتخب هتكون شكلها ايه؟ منتخب متوقعين كروش هيكون التشكيله اللي هيحطها هيكون عامله ازاي؟ فانا هبدا مع حضرتك بهذا السؤال، توقعاتك لتشكيله منتخبنا النهارده. طبعا انا يعني معاك، هو مش مشكله في التشكيله، مشكله حاله اللعيبه يوم المباراه بيبقى هو الفيصل. التشكيله مش هتخرج من غير الاطار اللي هو بيعتمد عليه كروش. طبعا هو عنده مشكله الاصابات اللي هي متواليه لانه الضغط متواصل على المنتخب. فالتشكيله الاساسيه لغايه امبارح التدريب يمكن ظهر عوده الشناوي رغم التحفظات يعني، وعوده اكرم توفيق برضه في الناحيه اليمين، عوده احمد حجاز رفعت المعنويات هيبقى شيء مهم جدا بجوار الونش، هيبقى كمان احمد فتوح في الناحيه الشمال، عوده حمدي فتحي من العناصر الاساسيه بجانب السوليه وقدامهم قفشه، حسين فيصل وزيزو ومروان حمدي، هو ده التشكيل الاقرب. بس اتمنى ان شاء الله ان هم يعني ايه يحالفهم التوفيق. المباراه مباراه صعبه. زيزو ومروان حمدي ومين الثالث؟ وحسين فيصل. وحسين فيصل. يا اما يبدل حسين فيصل ويلعب، انا اتمنى انه يبدا مع احمد رفعت لانه المباراه لا يعني لا تحتمل، لكن برضو كل مدير فني بيبقى عنده لازم يكون عنده ورقه محتفظ بيها على دكه البدايه فوات حسب تحولات المباراه. المباراه 50-50 ما بين منتخب مصر ومنتخب تونس، احنا يعني عارفين بعض كويس جدا، حافظين بعض على المستوى. ما تنساش كمان وجود اكتر من لاعب محترف من الدوري التونسي وفي الدوري المصري برضو كسر حواجز مسلوسي الجزيري مسلوسي اخطر من اخطر اللعيبه الموجودين في منتخب تونس، هو سيف الدين الجزيري يعني هداف نادي الزمالك، لعيب مهاجمين مميزين جدا لانه بيروح في الحته اللي بتروح فيها الكوره يعني، هو ده مهاجم صندوق، هو توقيته توقيته مظبوط على الكرات العرضيه بيبقى لعيب من الأهم. طبعا هتبقى صراع، مباراه فيها صراع كبير جدا في نص الملعب بين حمدي فتحي والسوليه وقفشه، ومن الناحيه الثانيه ساسي، وكمان النهارده في كلام عن عوده محمد بن رمضان لاعب الترجي التونسي من العناصر المهمه جدا، ضيف عليهم يوسف المساكني من العناصر المهاريه عظيم بالاضافه جداً الى هانيبال المجبري اللي هو اللاعب لاعب مانشستر يونايتد، عمل بامانه في شو يعني، عاوز اقول لك ايه، لا في عمل كبير جدا، فرقتين كبار جدا، منذر كبير قال ان احنا حافظين كل حاجه على المنتخب المصري وهم حافظين عننا كل حاجه، فالمباراه هتحسمها تفاصيل صغيره جدا في مع قدرات لعيبه، وقبل ده كله بيكون توفيق ربنا للاعب اللي هو بيقدر يخلص المباراه. طيب من ضمن النقط المهمه اللي بيعتمد عليها كيروش هي التكتيكات او التكليفات للعيبه جوه الملعب طبعا. يعني ممكن في ماتشاتنا نظن ان هو بيلعب 4-2-3-1، تلاقي التوظيف اللعيبه في الملعب 4-2-2، يعني 4 و2 في نص الملعب السوليه وحمدي فتحي، ويبقى لاعب باتنين وينجات بيضموا لجوه يبقوا صناع لعب وراس حربه وراه راس حربه متاخر واحد فولس ناين اللي هو التارجت مان اللي بيتلعب له الكوره، واحد تاني هو اللي بيقطع من وراه يعني، وده بيتغير كتير في الملعب، تلاقي واحد بيبتدي باك يمين وبعدين شويه بقى تالت في نص الملعب والدفاع اتقلب ثلاثه، يعني مدرب بيلعب تكتيكات كتيره. لازم تبقى عارف انه الهدف الاساسي لتواجد كارلوس كيروش مع المنتخب المصري هو التاهل لكاس العالم، هو بيرى هذه البطوله وغيرها من حتى موعد المباراه الفاصله والحاسمه في مارس المقبل ان شاء الله المؤهله لكاس العالم 2022، انه كاس العرب بجانب كاس امم افريقيا دول فرصتين ان هو يتعرف اكتر، يحفظ اللعيبه وهو عايز ايه. كمان احتكاكات الفرصه كانت مناسبه جدا انك تلعب مع منتخب الجزائر، بتقلل الفوارق النفسيه والضغط. منتخب الجزائر لعب بعناصر مهمه جدا محترفين في الدورات العربيه منهم عناصر اساسيه في المنتخب اللي هيكون في القرعه. انا اتمنى على المستوى الشخصي ما نقابلش الجزائر في المواجهات، مش لا، لكن الجزائر فرقه عاوزين عندنا طبعا لا عاوزين ايه يبقى عندنا فرصه، مثلا فرصنا بتبقى كويسه في مواجهات مع
منتخب نيجيريا بعيدا عن دول شمال افريقيا، يعني شمال افريقيا تفضل مثلا نيجيريا. مش المساله خوف، لا اللي عاوز يروح كاس العالم لازم يكسب. بس انا عاوز اقول لك ايه، هو انا سعيد انه الراجل بدا يعرف يعني تعرف على العناصر، حفظ تجربته. النهارده هو لما لاحظت انت بعد الكره اللي لعبها محمد شريف تبريره لاحمد رفعت، شفته نزل ازاي على الارض. وعاوز اقول ان انا نجحت يا جماعه، انا بفكر انا رغم انا خلقت أنا, انا شغال يعني انا عامل حاجه. محمد شريف في راس حربه، لكن لما بيلعبوا على الطرف طبعا بيقل كتير جدا يعني. لكن في لحظات بيجي المدرب يبقى عاوز ينتصر لفكره، عاوز يبقى هو حاسس ان هو بيعمل حاجه. فاعتقد انه المباريات الكبيره جدا زي مواجهه منتخب تونس ومنتخب الجزائر ومن قبله كمان منتخب الاردن، برضو قدر المنتخبات الكبيره اللي هو الصبر والاصرار والتماسك، وممكن تتعرض لهزه في يجي في الجول، بس ازاي تعرف ترجع وتقف على رجليك وتتعادل وتفكر في المرحله الجايه انك تكسب. دي برضو خلي بالك ايه خطوات، لان المباراه دي اعتبرها زي الحياه، متنقله متقلبه، فيها شغل من جوه بيتم، بيبدل يمين وبدل شمال وجيب فلان يحط هنا ممكن ينجح في الحته الفلانيه. فاعتقد انه النهارده منتخب تونس صراع كبير جدا هيكون بين عناصر المنتخبين على وسط الملعب، من يمتلك منطقه المناورات النهارده ويستطيع يسيطر عليها بكل قوه هيكون هو الاقرب للانتصار والتجاوز الوصول للمباراه النهائيه. ففي صراع النهارده كبير جدا ما بين ساسي والسوليه، الاثنين حافظين بعض خلاص، لعبوا في الدوري المصري وعارفين. عندك حنا بعل، وعندك ابو حمدي فتحي، وعندك عوده محمد بن رمضان، وعوده وجود موجود مجدي قفشه. مهم جدا مجدي قفشه، مهم جدا النهارده، اتمنى له ان شاء الله يكون في حاله. النهارده انت محتاج لاعب يدور لك الكوره، محتاج لاعب يمتلك ومديك الثقه. لما يمتلك يحط الكره تحت رجله ويوزع، بيبقى عندك ثقه ماسك. لكن لما يبقى هيبقى في ضغط، والمباراه على فكره هتروح وتيجي، يعني ايه تروح وتيجي، بس التفاصيل بقى صغيره، الفرص بقى اللي هتيجي، الفرص، من يستغل الفرص النهارده هو المنتخب الاقرب للانتصار والتجاوز للمباراه النهائيه ان شاء الله. استاذ محمود، يمكن حضرتك اتكلمت عن كارلوس كيروش وانه دلوقتي خلاص ابتدى يتاكد من انه تملك ادواته وان نظرته الى حد كبير جدا سليمه، وانه كتير من المصريين الحقيقه كمان واقفين وراه. حتى الثقه دي ابتدينا نشوف انها اتنقلت كمان للعيبه، يعني لو بصينا للمؤتمر الصحفي امبارح مثلا سوليه اتسال انه المباريات ما بين مصر وتونس، لو بصينا للتاريخ انه تونس كانت بتفوز بعدد يعني مش بسيط من الحقيقه، وكان رده انه ما تكلمونيش في التاريخ، كلموني على في ارض الملعب في اللي جاي. ايوه صح، بوست مهم جدا بالظبط، الثقه اللي عند اللعيبه دلوقتي، بوست مهم جدا كان من السوليه قائد منتخب مصر، لانه فعلا التاريخ، انا التاريخ لما يبقى عندك تاريخ بيبقى شيء مهم جدا، لازم التاريخ، ملوش تاريخ ملوش حاضر ملوش مستقبل طبعا. والتاريخ ده انت بيبقى دور انه بيعلم النشأ بتاعك ان انا موجود هنا، ان انا كان ليا هنا انتصارات وبطولات عملتها، فانت لازم تدافع عن تاريخ اللي انا مثلا. لكن في الحاضر بيقول انك انت اذا لم يكن هناك حاضر قوي جدا مش هيبقى فيك مستقبل، والتاريخ بتاعك هينتهي، فانت لازم تحافظ عليه. طبعا عمرو لازم يقول الجمله دي، وجمله في توقيتها مهم جدا، لانه بالفعل لو انا قعدت اراجع حساباتي في مواجهات قبل كده في ظروف مختلفه ممكن ابقى عندي حاله من الخوف، لا انا عندي ثقه، والثقه دي اتوجدت بانه استطاع الاهلي والزمالك والاسماعيلي في بطولات دوري ابطال افريقيا انه يكسروا حواجز كتير جدا في المشاركات مع الانديه التونسيه. على فكره يعني في تاريخ جديد من المنافسه الشريفه الموجوده في ارض الملعب. فهو لما يقول النهارده ان المباراه فعلا النهارده، أنا ماليش دعوة بالماضي، خلاص الماضي ده موجود حاجة تانية، لكن النهاردة أنا مطالب إن أنا أفوز وأعمل مباراة كبيرة جدا. أتمنى إن هو أحد العناصر المهمة جدا في تشكيلة المنتخب، ليه دور كبير جدا لاحظناه في البطولة من أول ما بدأت. عمرو النهاردة هيكون عليه عامل كبير إنه يمتلك زمام الأمور داخل وسط الملعب مع زمايله في حالة من الهدوء، مباراة ما بين شقيقين، مباراة مهمة جدا، من الحاجات المميزة جدا عاوز أقول يعني اللجنه المنظمه البطوله، بطوله بامانه نموذج مشرف، تحكيم اطفى عليها نوع من الروعه، التصوير، الملاعب، بس يعني بطوله رائعه الصراحه بامانه، في شغل كبير جدا معمول، والناس حتى اتفاجئت يعني كل المنتخبات العربيه بالتنظيم بالشكل بالوضع. وبعدين الناس بقت ايه، البطوله خدتك من انك انت عاوزين نخلص عشان نرجع الدوري، الناس بتقول لك البطوله خدتنا، بقى في متابعه، بقى في اهتمام كبير جدا. فاعتقد تصريح عام كان رساله لزمايله، مش عاوزين نخاف من الماضي حتى من المنافسات، احنا النهارده ولاد النهارده،
احنا عندنا قدراتنا، عندنا ثقه في انفسنا، احنا موجودين وان شاء الله ندافع ونعمل مباراه كبيره، والانتصار اللي ربنا هيوفقه ان شاء الله. هنقول للفائز مبروك ونقول للخسارة لك، وهو ده المفروض وهو ده الباقي، وده يمكن تجسد وشفناه بصوره كبيره جدا في مباراه الجزائر والمغرب، رغم كل الناس كانت متخوفه وهيحصل في مباراه، لكن سلوك الجمهورين، اللعيبه في ارض الملعب، دي برضو عايز اقول لك حاجه من الحاجات اللي تجاوزناها. انك انت خلاص بقى مجرد 90 دقيقه، وده اللي عاوزين نقوله للناس والجمهور يا جماعه، 90 دقيقه خلاص انتهت المباراه، لازم في خسر وفي يعني في فايز، مش عاوزين نقف، عاوزين هي دي الرياضه وهي المفروض متعتها باسرتها في اللي احنا بنشوفه، انه لازم فريق يهني وفريق بياخد بيد الثاني، وقابلك مره ثانيه وتكسبني واكسب، يعني عاوز اقول ايه، مش هتوقف الحياه على كده ان شاء الله. استاذ محمود، مصر لعبت في كاس العرب 4 ماتشات، 3 في المجموعه وواحد مع الاردن، وعندنا الماتش الخامس. احنا لو بصينا كده للاصابات اللي حصلت في الفرقه، عندنا قفشه، عندنا حمدي فتحي، عندنا ايمن اشرف، عندنا احمد حجازي، عندنا الشناوي. مش غريب ان لعيبه بتلعب في التوب ليفل في بطوله مجمعه في بدايه موسم، الدوري ما بقالوش كتير يعني، ما احناش في اخر الموسم وفي حمل بدني عالي على اللعيبه، انت في بدايه الموسم برضو. اي نعم كان في ضغط من الموسم اللي فات، بس برضو دي لعيبه بتلعب في التوب ليفل، يحصل لها كم الاصابات دي في 4 ماتشات؟ طبعا هو طبعا يعني في حاجه غريبه طبعا، بس عاوز اقول لك على حاجه، يعني انت لو شفت احمد حجازي نتيجه اصابته هتلاقاها في كوره هو داس على نفسه فيها، يعني رجله عملت كده مع مهاجم اعتقد الجزائر على ما اعتقد، يعني في اول الماتش، في اول الماتش حمدي فتحي، حمدي فتحي اتصاب مرتين، يعني طبعا هي في مشكله، ومش عاوزين يعني نروح في جزئيه ايه، هل ده حمل بدني؟ اما ده السؤال، هل الناس دي مثلا خليني اسالك السؤال بصراحه اكتر، هل هو حمل تدريبي ولا بنيه لاعبتنا ضعيفه واحنا محتاجين نهتم بالناشئين من بدري عشان يكون عندنا تكوين جسماني للعيب، عشان لاعبتنا ضعيفه بدنيا؟ انت بقى هتفتح ملف كبير جدا. ماشي، ما نفتحه. يعني خمس اصابات في لعيبه اساسيه في منتخب بيلعب 4 ماتشات، مصيبه. هتفتح ملف كبير جدا، النقطه مهمه جدا انت ناقشتها فعلا، ودي تحتاج ان يتعمل فيها كلام كبير. فعلا عندنا مشكله في البنيه، وفي ازاي انك انت تاسس صح من الاول، فانت محتاج انك انت يبقى عندك مدربين في الاحمال والكلام ده، يعني دارسين فاهمين اعمل ازاي برنامج لولد عنده 10 سنين، وبرنامج ايه ل 15 سنه، وبرنامج ايه ل 20 سنه، وبرنامج يبقى انا اسيست ايه، يبقى طالع الاساس بتاعه سليم، يتحمل الضغوط، يلعب كل 3 ايام. احنا مش عاوزين نقف على جزئيه كل 3 ايام، دي رياضه يا جماعه، كوره، يعني انت ممكن تلعب يعني المنافسه وارده، ممكن تريح شويه وتلقى تجي يبقى ادائك قوي جدا، لكن طبعا هي مشكله غريبه جدا بامانه، وتستحق ان ايه يكون فيها راي، كان يتسمع من سواء الجهاز الطبي المسؤول عن الاحمال، هل اللعيبه هي عندها مشاكل عضليه ولا حصل حاجه زياده، هل هم زودوا على نفسهم فكان نتيجته اللي حصل لهم من ارهاق او اجهاد، لانه حمدي فتحي بامانه شديده في اكتر من اصابه برضه غريبه جدا، مش مفهومه مع الاهلي برضه، لو تلاحظ حمدي فتحي برضه وخد فتره برضه. الشناوي يعني في البطوله طبعا يعني كان موجود في عديد من الكرات، لكن ما كانش عنده الحمل البدني العالي في الماتش. والشناوي لسه راجع بعد، يمكن لسه راجع، لسه راجع بعد موضوع مباراه ليبيا لو تفتكر برضه، وكان مزبوط. هو برضه حصل فيها كلام ورجع، هل هو لعب مصاب بالبلازمه وخد وقته، ده يخليك تخاف النهارده، يخليك تخاف النهارده، تخليك يعني ايه، يعني عاوزين ايه، مش عاوزين نخش في مفاجاه، فاعتقد قرار مشاركه الشناوي هو قرار الشناوي، او ده اللي قاله كيروش، انت احساسك جاهز، واقف على رجليك، بتبلغ الضمير، بس كابتن وائل جمعه بلغ سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ قال له الشناوي جاهز 100%، بس احنا سايبين له القرار. انا بقول لك اهو، قرار انت هتقدر تتحمل الضغط ووقفتك في المباراه، ومعزوم هيبقى فيها جهد وفيها شغل كبير جدا عليك، انت كلاعب حاسس اكتر، يعني لما سالك الدكتور انت حاسس انا كويس، في لعيب يقول لك لا انا مش قادر، حاسس انه في كده حاجه كده. هل يجوز انه يترك للاعب؟ يترك للاعب طبعا، ما انت اللي بتحدد، انا كمدير فني خلاص انت جاهز، انا جاهز في التدريب، طب ايه الاستعداد؟ ايه رايك؟ 100 100؟ لا انا 100. والفريق الطبي؟ طيب خلاص خدت انت طمان. طيب حصل لك في الماتش حاجه، اتفاجئتي بحركه، بكره مشتركه،
برده فعل ممكن دي حاجات بقى يعني انت ما بيبقاش لك قدريه في دي حاجات يعني قدريه بالدرجه الاولى. لكن انت كنفسك بتدي ثقه لمدربك، يعني انت بتقول له انا جاهز خلاص واقف على رجليا وتمام. لكن داخل المباراه لا، المباراه المباريات الكبيره فيها ضغط نفسي وعصبي، ممكن تفاجئ بحاجات في حاجات غريبه في خلال المباراه في احداثها تديك صوره انه لا في مشكله. فاعتقد لما حصلت لنا المشكله مع في مباراه الجزائر وصاب واحد واثنين، الروح اللي لعب بيها المنتخب، الروح القتاليه، الروح دي خلي بالك بتعوض نواقص كتير جدا، حتى لو كانت مهاريه، حتى لو كانت مهاريه، لكن بتديك روح وقتال. ودي العناصر اللي انت موجوده في مثل هذه المواجهات، تحتاج لعيبه قلبها تقيل، ما بتخافش، بتأدي اللي عليها، والتوفيق عدم التوفيق حاجه بتاعت ربنا. فاعتقد انه الاصابات دي هيكون ليها كلام بعد البطوله، يعني لازم يكون في شرح من المسؤول عن مخطط الاحمال او حتى مدير الجهاز الطبي دكتور محمد عمر من الدكاتره المميزين جدا، يتكلم يقول ايه المشكله، ليه حصل المرتين ورا بعض مثلا مع حمدي فتحي. يعني دي غريبه برضه، حمدي فتحي من العناصر الاساسيه في تشكيله منتخب مصر، لكن احمد حجازي نفسه. كويس ان احمد حجازي قدر يرجع في الوقت الضيق. اكيد طبعا. عندك ايمن اشرف، دي حاجات يعني اصابه برضه غريبه، ايمن من لعيبه ثلاث شهور ايمن في الملعب وبتاع، لكن جزع في رباط الركبه برضه ايه غريبه، انت كده خسرته فتره على الاقل شهر مثلا. هو طبعا هي طبعا فاعتقد ان جزئنا معاك فيها اصابات عديده، بس انت السؤال اللي انت طرحته اكيد هيتم البحث فيها طبعا يعني بعد البطوله 10 على 10. طيب استاذ محمود، اخيرا لو حضرتك تقول لنا توقعاتك للمباراه ايه؟ اولا انا اتمنى ان منتخب مصر يكسب، واتمنى ان احنا نلعب مباراه كبيره، مباراه صعبه جدا. شكلك قلقان. اتمنى المنتخب التونسي اصلا يعني بيعرف يلعب معاك، يعني تونس اساتذه في يعني دفاع المنطقه، جيب جول واقفل. لكن احنا عندنا عناصر وعندنا مميزين، ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله يكون الانتصار لمنتخب مصر، وان شاء الله وجود قفشه مع زيزو، مع ان شاء الله التوفيق يكون حليف مروان حمدي. يعني عاوز اقول يا جماعه، يعني مروان ده اختيار مدير فني ماشي، لازم نستحمل شويه، لازم نصبر وندعم. بعد كده الحسابات الثانيه، ما هي دي المباريات دي، اذا انت ما جربتش واستحملت اخطاء، لازم اي لاعب بيبقى يصل لمرحله نجوميه انه بيغلط وتساعده ويقوم ويقف ويتعلم ويصلح عشان يكون خد فرصه كامله. احنا قعدنا على كل واحد غلط غلطه او تصرف او كانش اداء، مش هيبقى عندك حاجه حتى تكوين الانسان في حياته الطبيعيه. اذا انت ما كانش في دعم ليه، ان شاء الله مصر النهارده تفرحنا، وان شاء الله يكون في النهائي ان شاء الله العرب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الناقد الرياضي الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالاهرام، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل التوفيق لمنتخب مصر في مباراته اليوم امام المنتخب التونسي في نصف نهائي كاس العرب.